المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم أتى بالشطر الذي ذكره الشيخ الإسلام محمد الوهاب اللي هو احرص على ما ينفع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يدل على ماذا؟ على أن إيش أخوان؟ الإيمان يقوى ويضعف، الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين في إيمانهم سواء، صح؟ أعيد، وأن المؤمنين في إيمانهم سواء. لا، مؤمن إيش؟ تفاوت في الإيمان، تفاوت عظيم، وهذا عقيدة السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص. وإذا نقص الإيمان لا يعني أنه يكون كافرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الكافر ما في خير، إذا هذا ضعيف الإيمان ها هل يكون كافرا؟ لا. وين ضعف إيمانه؟ طيب كيف يضعف إيمانه أصلا؟ ها، يترك من الواجبات ويفعل من المعاصي فضعف إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه خير وإن ضعف إيمانه. هذا خلاف اللي عقيدة من خوارج المعتزلة والبعضية، وخلاص ارتكب كبيرة واحدة وخلص من نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك، قال بأن في مؤمن قوي وهو خير وحب الله، وفي مؤمن ضعيف ها وفي كل خير. طيب هذا الحديث المؤمن قوي يدعونا لماذا؟ إلى أن نسعى إلى تقوية إيماننا. لماذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو خبر مجرد؟ هل هو خبر لا فائدة منه؟ لا، ما الفائدة منه؟ بما أن المؤمن القوي خير وحب إلى الله، يعني اسعوا إلى ماذا؟ إلى تقوية إيمانكم حتى تكونوا أحب إلى الله عز وجل، واضح؟ طيب المؤمن القوي خير وحب إلى الله، دليل بأن الله يحب، وهذا من صفاته، وهذا عقيدة الإسلام والجماعة، بأن الله ماذا يكون؟ يحب ويحب، وهذا من صفاته سبحانه وتعالى ومن كماله، لأن من الكمال أن يحب ويحب حتى في الناس. ولذلك من الناس من إذا أراد أن يذم شخصا يعني يجوز أن يذم ولا يجوز، يعني مناسبة مع الجواز إذا كان يستحق أن يذم، يقول فلان أعوذ بالله لا يحب أحد، صح؟ اللي ما يحب أحد هذا إيش؟ محمود ولا مذموم؟ مذموم، صح؟ طيب فلان أعوذ بالله ما يحب أحد، ما يحب إلا نفسه، محمود ولا مذموم؟ مذموم. إذا كان في الشخص في الإنسان يكون مذموما إذا كان لا يحب ولا يحب، فكيف يأتي المعتزلي وغير المعتزلي ويقول بأن الله عز وجل لا يحب ولا يحب؟ يعني وصف الله حينئذ إيش هو؟ بالنقص ولا بالكمال؟ بالنقص. هذا لو كان وصف للإنسان بأنه لا يحب ولا يحب لكان ذما ونقصا، فكيف تقول بالله عز وجل بأنه لا يحب ولا يحب؟ قال لأن الذي يحب ويحب هو المخلوق. أأنتم أعلم أم الله؟ من القائل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من القائل؟ الله عز وجل هو أعلم بنفسه. من القائل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ الله عز وجل. من القائل أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ الله عز وجل. فهذه الصفات كمال وصف الله جل وعلا بها نفسه، بل الله جل وعلا يكرم عبده فيجعله محبوبا، فكيف يعطي عبدا هذه الصفة وهو لا يتصل بها وهي صفة كمال؟ هو أولى بها. فلذلك الله جل وعلا من كماله أنه يحب ويحب كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى، وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله أيضا يوحى إليه، فقال لأعطين أن رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله يحب ويحب، صلى الله أن يرزقنا محبته. وكيف تكون محبة الله للعبد؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهل محبة الله للعبد تزيد وتنقص؟ ولا الله جل وعلا يحب العباد على أولياءه على درجة واحدة؟ لا، قال إيش؟ المؤمن قوي خير وأحب، الحمد لله. فأحب هذا اسم تفضيل، فهناك من هو محبوب لله وهناك من هو أحب. وهل حب العبد، حب الله عز وجل للعبد
أكمل من حب العبد لله. يعني أيهما يحرص على الإنسان أنك تحب الله عز وجل؟ أي أمرين الشأن أعظم؟ أن يحبك الله ولا أن تحب الله؟ أولا ما الذي يقول أنني لا أحب الله؟ لا يهودي ولا نصراني ولا رافضي ولا سني، الكل يقول إيش؟ أنني أحب الله. ما يتجرأ أحد لأي ملة ينتمي، يعني لأي ملة ينتمي ما يقول أنا لا أحب الله، الكل يدعي هذا الشيء صح؟ لكن الشأن كل شأن، هل الله يحبك؟ انتبهتم؟ فلذلك المسلم يسعى لأن يحبه الله عز وجل بالإيمان، بالعمل الصالح، بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن قوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.